كما ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. يعني دكتور خالد، بعد التحية، في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة اليوم للإعلان عن خطتها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ما هي أبرز النقاط التي لفتت نظر حضرتك وأيضا الأرقام الاقتصادية خلال المؤتمر؟ هي في البداية مساء الخير لحضرتكم السادة المشاهدين في كل مكان. حقيقة هذا المؤتمر يؤتي بثماره هو استعراض الوضع الاقتصادي في مصر بكل شفافية وبكل وضوح أمام العالم أجمع، دون النظر إلى بعض القنوات التي يعني تقول عن الاقتصاد المصري أنه يحدث له انتكاسة بناء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الاستعراض الذي تم من دولة رئيس مجلس الوزراء بالاستعراض بالأرقام عن الوضع الاقتصادي الآن بناء على التقارير الصادرة للمؤسسات الدولية، وخصوصا مؤسسات التصنيف الدولية التي أثبتت على التصنيف الائتماني لمصر عند BB بنظرة مستقرة مستقبلية مستقرة، كل ديت مؤشرات إيجابية، بالإضافة أن الدين العام لم يتجاوز 86% من حجم الناتج الإجمالي، برغم أن احنا ممكن أن نجد أن الدين الأمريكي في بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هنلاقيه وصل إلى 130% من حجم الناتج الإجمالي الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد على مستوى العالم. بنشهد أن التضخم في مصر لم يتجاوز الحدود المسموع بها، بنجد أن التضخم يشوب أو يسود كل الاقتصادات العالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. عرض الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تقام في المناطق الصناعية الجديدة والحدودية، أعتقد أن ده فرصة جيدة لدعم القطاع الخاص ومشاركته في توطين الصناعات الجديدة والعمل على تهيئة المناخ الأنسب لمشاركة القطاع الخاص ودعمه للاقتصاد المصري من خلال الإعفاءات الضريبية التي سوف يتم الحصول عليها في خلال الفترات القادمة، وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة ومحيط قناة السويس وصعيد مصر. يعني كل أيضا أرقام دكتور خالد، كان هناك تأكيد من جانب رئيس الوزراء بالاهتمام بالبعد الاجتماعي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كيف قرأت هذا الالتزام؟ تخصيص مبلغ 130 مليار جنيه للحد من تداعيات هذه الأزمة. هو الحقيقة الحكومة المصرية لديها بعد نظر يعني متطور. عندما أتت جائحة فيروس كورونا قدرت الحكومة تتعامل معها بحرفية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، وقدر أن يحد من الآثار السلبية اللي كانت مصاحبة لجائحة فيروس كورونا، واللي قدر من خلالها الاقتصاد المصري يحقق مكتسبات ويحقق معدلات نمو موجبة نادرا ما حقق اقتصادات العالم كثيرا من معدلات النمو. في مصر هنا بناء على القرارات المسبقة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية بتخصيص 130 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، أعتقد كلها قرارات كانت صائبة في من تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري. ما شفناش ارتفاع أسعار البنزين زي ما هي موجودة في أمريكا الآن، ما شفناش ارتفاع أسعار السلع الأساسية زي ما هو موجود في كل دول العالم، وأيضا كان هناك توافر دائم لكل السلع الأساسية والغير أساسية بالفعل، وما زالت ستستمر إلى نهاية العام بناء على مبادرة كلنا واحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر بتوفير استكمال مبادرة كلنا واحد، توفير كل السلع للمواطنين في كل محافظات مصر إلى نهاية هذا العام. فكل ده مؤشرات إيجابية تدل على تفهم الحكومة للظروف والإجراءات والعمل واتخاذ إجراءات مناسبة تحد من مزيد من ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية التي تهم المواطن المصري. ده ينم على برامج الحماية اللي اتخذتها الحكومة لتوفير ما يحتاجه المواطنين من سلع أساسية. استعراض النهارده بيقول ان يعني بالفعل كانت الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة صائبة، وكانت الخطة أكثر من ناجحة. شكرا جزيلا لك الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف.